الانتخابات الإيطالية أسفرت عن شبه تعادل بين القوى السياسية، فائتلاف وسط اليسار الذي يقوده بيير لويجي بيرساني ضمن أغلبية المقاعد في المجلس النيابي. أما في مجلس الشيوخ فقد تقدم ائتلاف وسط اليمين الذي يقوده سيلفيو بيرلسكوني. وفق الدستور الإيطالي، سن التشريعات يقتضي موافقة مجلسي النواب والشيوخ، وللحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ على وسط اليسار التحالف إما مع غريمه بيرلسكوني وإما مع القوة الثالثة التي برزت في هذه الانتخابات والمدعوة النجوم الخمس. لكن حركة النجوم الخمس التي يقودها الممثل بيبي غريلو لا تريد التحالف مع أحد، وزعيمها تمكن من الفوز بنحو 25% من أصوات المقترعين الإيطاليين عبر انتقاد الطبقة السياسية والفساد والإجراءات التقشفية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي على حد سواء. في حالة كهذه من الصعب تخيل شكل الحكومة المقبلة. حتى لو حصل بيرساني على دعم مونتي في مجلس الشيوخ فلن تكون له الأكثرية، وبيرلسكوني لن تكون له الأغلبية بينما يسيطر وسط اليسار على مجلس النواب. المساجيرو، أولى الصحف الصادرة في روما، كتبت على صفحتها الأولى الحكم المستحيل. والبادي من الأمر أن ما من فريق سيتمكن من تشكيل حكومة، وقد يضطر الإيطاليون للعودة إلى صناديق الاقتراع من جديد، بينما تتخبط إيطاليا ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو في أزمة ديونها.